جمانة نهدى يا شباب بعد إذنكم. جمانة من ينبع؟ جمانة أي أصبع تعجبتك؟ يوسف الشاهي محمد. أنت قلت تنقص يا وليد ولا أنا نهدى ولا شيء ما قلنا شيء ما في ما جمانة من ينبع. ألو ينبع أخي شو اللي هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. من معانا؟ جمانة من ينبع. جمانة جمانة خليكي على الخط يا جمانة، أنت مع الفريق الأحمر تمام؟ جمانة تمام يا جمانة يا بنتي تسمعيني يا جمانة؟ هلا هلا بالله ركزي في السؤال، واذا عندكم جوجل حولك خلوه عندكم 15 ثانيه. عندنا ثلاثه جوجل، ثلاثه جوجل نجيبها. الله اكبر. طب يا جمالنا اختار الصندوق. يلا هذا فريق عمل. اختار الصندوق رقم اربعه. صندوق رقم اربعه. السؤال يقول النقاط في الجيب. كفو يا جمالنا كفو. نهدى النقاط في الجيب. السؤال يقول ما هو مفرد كلمه قمح؟ واحد قمحه، اثنين قميحة، ثلاثة حبة قمح. قمحة. يس يس الله عليك الله عليك. كفو كفو يا شو اسمها هي؟ جمانة. جمانة انت جمانة. شكرا جمانة. هلا وين راح الثلاثة جوجل يا شيخ؟ ها لا لا قلتها. لا كفو 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 كفو. احنا صح واثقين واثقين احنا واثقين فيك. اجابة اجابة صحيحة. اجابة صحيحة لو قلتوا حبة قمح، لكنكم ما قلتوها اجابة خاطئة. شوف يا يوسف شوف لو جاوبت صح بس لما انها جاوبت غلط بيطلع في رقم. صندوق اللي اختارته كم؟ أربعة. أربعة. جمانة. أربعة. لا 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 يا وليد أنا أعترض، الجواب صحيح. وصناديق. أقول لك ثلاثة جوجل. شباب. ثلاثة جوجل. لو سمحت. أقول لك شيء التقنية ما هو كل شيء. محمد محمد بالله نهدى كلنا بعد إذنكم يا شباب، نهدى كلنا. الله معليش. صندوق رقم أربعة. من 80. ولا من 60؟ عندهم 60. اوه 18 18 من 60 يا شباب. كثير صح شباب. اتركوا الجوالات اتركوا الجوالات بعد اذنكم. وليد انا دخلت على الجوال عشان اتاكد من الاجابه. عندكم ثلاثة جوجل تدخل الجوال بعد صحيحه. مفرد جمع مفرد جمع الجموع قمح مفردها قمحة، لكن قمحة قمحة إذا أيوة. قمح حبة قمح هذا سيبوي معجم سيبوي مكتوب قمح. سلم لي بالله عليه قمحة. خلاص يا أخي في فريق هناك يشتغل يعني. كل الإجابات خاطئة. جولة أولى محبطة. قمحة في اللغة يعني قمح مخيبة للأمال. قمح هناك